رغم أنه يبدو كذلك، لكن هذا اليوم لم يكن عاديا في حياة السودان والسودانيين. ساعات تفصلنا عن تغيير جذري شهدته البلاد أثار وما زال يثير الجدل بشأن غموض التفاصيل التي حدثت في الساعات الأخيرة. الساعة 1:30 كان جاي يتغدى، أكل العصيدة اللي هو كان بيحبها، حسيت به وكان متضايق، حتى أكله ما كملوا. يكسر الرئيس السوداني عمر البشير طعامه وجدوله اليومي، يترك طبق الحلوى الذي يتناوله يوميا على حاله، ويتوجه لزيارة والدته بعد الغداء مباشرة على غير عادته. كثير من الأحيان أزوره أجده مع والدته، كثير من الأحيان أو أزور والدته أجده معها، بالذات في المساء، يعني في الأمسيات لا يمكن، أنه قليل جدا من الوقت أنه ما يجلس معها الساعة والساعتين والثلاث ساعات. لم يمكث البشير عند والدته طويلا، ها هو يعود إلى مكتبه الرئاسي بعجالة. تقريبا رجع المكتب الساعة 3 العصر، مسك التلفون لفترة طويلة، أعتقد أنه كان بيتكلم مع علي أخوه، واضح انه كان بيحاول يهديه ويطمنه. منذ أن وضع البشير هاتفه جانباً أخذ يشرب القهوة بكثرة ويتابع آخر الأخبار. المطالب بتنحيته تصاعدت أكثر من أي وقت مضى، والاعتصام أمام مبنى قيادة الجيش في الخرطوم أصبح خطراً لا يعرف البشير كيف يتجاوزه على ما يبدو، إذ بات الاعتصام مقراً للسودانيين الثائرين على حكمه منذ اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر 2018. تقريباً من يوم 13 ديسمبر بدأت الأحداث، المظاهرات بدأت في الدمازين 13-12، وبعدها كانت في الفاشر، بعدها في ربك، لحد ما جاءت عطبر يوم 19 ديسمبر والقضارف، وترافق مع المظاهرات العفوية دي اللي هي كانت في طبيعتها مظاهرات عفوية اللي هي ضد الزيادة في أسعار المواد التموينية، يعني تحديدا الدقيق والزيادة في الخبز وكذا، يترافق مع عنف شديد جدا من قبل النظام أدى لسقوط عدد كبير من الضحايا يعني. ففي الأثناء بتاعت الأحداث دي داخليا تجمع المهنيين كان في نقاشات مستمرة كل 8 أجسام عن طريق هياكل المختلفة، إنه القضية بتاعت الأجور مع العنف الشديد ومع الموت الكثير القابل به النظام، الموضوع بسيط جدا زي زيادة أسعار الخبز ومظاهرات عفوية،
حيكون موضوع ما منطقي انه نمشي نطالب البرلمان بزياده الاجور، حيكون فيه الكثير من الانانيه، لانه اوريدي الشارع كان رفع سقف المطالب بتاعته الوقت ذاك بالمطالبه باسقاط النظام يعني. فالقواعد كلها باعتبار اصلا هي موجوده في كل الحراكات الجماهيري اللي حصل، اخذت قرار بتغيير الموكب بتاع 25، تغيير طبيعته من موكب بيطالب او من حشد بيطالب بزياده الاجور لحشد وموكب بيطالب باسقاط النظام، تغيير مكانه من البرلمان للقصر الجمهوري. منذ ديسمبر 2018 وحتى أبريل عام 2019 تعاظم زخم الاحتجاجات بينما تمسك البشير بموقفه الرافض للتنازل. هنا ده ما كان عايز أصله يتخلى عن المواجهة، وبالتالي رد فعله كان أن الناس لو عندها مطالب تستنى 2020، وما كان في حد حيستنى 2020، وأن القضية مش قضية تواريخ يعني، هي آنية، الحالة وصلت حد لابد أن تحسم. الأمر الثاني، النظام كان قليل الحساسية تجاه معاناة الشعب. الحالة الاقتصادية كانت وصلت حالة من السوء لا بعده سوء، وكان مستعليا على عامة الناس ومتحصنا بمواقع سلطته. هو الحراك بالتأكيد هو ضد النظام بشكل عام، ضد نظام المؤتمر الوطني الحاكم لثلاثين سنة بكل مكوناته الموجودة فيه، بكل أساليب العمل الموجودة فيه من المحاصصة الحزبية ومن الانتهازية ومن غياب القانون ومن القمع ومن عدم توفر الحريات ومن عدم توفر الديمقراطية، وطبعا أكيد ضد التجارة بالدين الإسلامي في سبيل تثبيت الدعائم بتاعت الحكم، وهو ده في النهاية الدافع الأساسي بتاع الحراك. عشان كده البدائل اللي بيطرحها الحراك بصورة موحدة هي دولة قانون ودولة مؤسسات وديمقراطية مستدامة وعدالة انتقالية وسلام وحرية بالتأكيد، هي كلها ضد شكل الدولة الحاكم لثلاثين سنة. التجربة السودانية الإخوانية دي يجب أن تؤخذ نموذج لفشل هذه الذهنية في السياسة. قدموا نموذج سيدرس على كيفية تدرس في العالم كله، على كيفية هذا الفشل لجماعة جات بأفكار أيديولوجية إسلاموية، وكيف دمروا هذا الشعار بتجربتهم 30 عام. في الناس بري وفي الناس بحري جاي من هناك، دي لحظة لقاء بري ببحري. ولسه في ناس جايين من هناك لسه. السادس من أبريل كان قد شهد الانعطافة الأبرز في الاحتجاجات بتتويجها باعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. موضوع الاعتصام المفتوح هو موضوع احنا متفقين عليه من بداية الحراك الجماهيري، يعني لما جينا تناقشنا حول انه كيف حيتم تتويج الحراك الجماهيري ده في نهايته، متفقين من البداية انه حيكون عن طريق اعتصام ميداني مصاحب بمواكب وعمل سلمي جماهيري. وكلفنا من الوقت ذاك لجنة لدراسة خيارات الاعتصام، انه وين المكان المناسب للاعتصام داخل الخرطوم وفي الولايات ايضا يعني. طبعا ما كنت جزء من التدبير للاعتصام والقياده العامه، لكن حسب ما فهمت من زملائي يعني انه اختيار المكان امام القياده العامه للقوات المسلحه كان للهدف ده نفسه، انه على الرغم من انه الجيش السوداني هو كان جزء من التمكين اللي استخدمه النظام
والسيطرة على الجيش السوداني يعني من حياة العمل المؤتمر الوطني والجبهة الإسلامية بتدجين الجيش، والترقية كانت بتكون محددة لقيادات الحركة الإسلامية داخل الجيش، لكن في النهاية ثقة الشعب السوداني ما هتكون موجودة على الدوام في قوات الشعب المسلحة باعتبار التكوين العريض لقوات الشعب المسلحة. حشد الاعتصام في يومه الأول عدداً غير مسبوق من المحتجين، وظل يأخذ منحاً تصاعدياً طيلة الأيام التالية. أبريل يعني كان بالنسبة لنا حاجة ضخمة جدا يعني في داخل المعتقل، وفعليا هو أوفى بالانتظار ده. يعني احنا كلنا كنا في المعتقل في كوبر، كنا سامعين الهتافات بتاع الجماهير لأول مرة في تاريخ المظاهرات. يعني من دخولنا كوبر كنا بنسمع داخل المعتقل يوم 6 أبريل للمظاهرين وهم بيهتفوا وهم يعني بيصرخوا بالهتافات المختلفة، والوقت داك يعني الناس في المعتقل كانوا مفتكرين انه الجماهير جات بوابة كوبر وعايزة تطلعنا من كوبر يعني. فاكتشفنا لاحقا انه هم لا كانوا عبرين الجسر وماشيين من بحري عشان يقطعوا يمشوا الخرطوم المكان بتاع المظاهرة. لم اكن اتوقع ان يحدث ما حدث حتى 6 أبريل. قبل ذلك كنا نعتقد اعتقادا جازما بأن مسار التفاوض والحوار الوطني هو الذي سيحدث التغيير. منذ أن جاءت 6 أبريل وحدث الحراك الكبير جدا تغيرت الأوضاع شيئا ما، وصرنا ننظر إلى الخيار الآخر البديل. يعني كنا نعتقد بأن ما أفضت إليه التظاهرات كبيرة جدا التي حدثت في 6 أبريل يمكن جدا أن تغير المعادلة. في اليوم 9 تمت قراءة الملعب بشكل مختلف. رأى الرئيس البشير بأم عينيه المعتصمين، ربما هي المرة الأولى. 2 من العربات الخاصة كان علمتني إحدى الرئيس البشير رأى بأم عينيه الاعتصام، تأكد بالأعداد من الأعداد كبيرة، الوضع مختلف عما كان عليه. هنا كان التقدير، أنا أحلل أنه كان التقدير بفك الاعتصام. يعني طلب مني كوباية قهوة للمرة الثانية. لما دخلت عليه كان بيتكلم مع ابن عوف. يهاتف عمر البشير نائبه ووزير دفاعه أحمد عوض ابن عوف، يطمئنه الوزير ويدعوه بأن لا يقلق، يقول إنه سيأتي لزيارته وسيقدم له تقريرا مفصلا. هو يعني ماشي جاي على الشباك وكان بيقف لفترة طويلة بعدين في الشباك. لا يشعر عمر البشير بالوقت الذي يمضيه أمام النافذة. هل مضت ساعة؟ أو ربما ساعتان؟
يتبدد قلق الرئيس، فيلجأ لمسؤول عسكري جديد هذه المرة. ايوه بتذكر لما دخلت عليه وكان بيقول يا كمال اسي اسي يا كمال، يعني اكيد حيكون كمال عبد المعروف. كمال عبد المعروف رئيس هيئة الأركان هو الطرف الثاني في هذه المكالمة الهاتفية. يطالبه البشير بالتوجه إلى قيادة الشرطة لفض الاعتصام بالقوة وإنهاء الأزمة بأي ثمن بحلول الليل. يتوجه عبد المعروف إلى مقر قيادة الشرطة وينقل أوامر البشير. يرد مدير عام الشرطة الطيب بابكر بعدم قدرة قواته على تنفيذ أمر كهذا قائلا إن ذلك يتطلب قوة أكثر تسليحا كالجيش أو قوات الدعم السريع المنتشرة في أرجاء السودان خاصة في محيط العاصمة. ينتظر الرئيس اتصال رئيس هيئة الأركان كمال عبد المعروف. لكنه لا يتصل به. بل بنائبه ووزير الدفاع أحمد عوض بن عوض. اللجنة الأمنية فيها الأخ وزير الدفاع وفيها الأخ رئيس هيئة أركان ومضاف لهم كمان مدير هيئة الاستخبارات العسكرية. الجهاز فيه الأخ مدير الجهاز ونائب مدير الجهاز، الشرطة مدير عام الشرطة نائب مدير عام الشرطة، الدعم السريع مدير الدعم السريع نائب مدير قائد الدعم السريع، كل القوات النظامية المكونة لهذه اللجنة الأمنية العليا اتخذت قرارة بأن لا بد من تحقن دماء شعبها ولا بد من تحكم العقل ولا بد من قرار شجاع وقوي وتاريخي بالانحياز وتلبية رغبات الشعب التي أصبحت معلومة ومتزايدة ومرئية لكل ذي بصيرة. واضح جدا أن الرئيس بدأ يشعر بأن القوات قيادة القوات النظامية المختلفة غير منسجمة معا أو ربما غير راغبة في فض الاعتصام من خلال محاولة له مع الجيش. كل الأحوال فشلت باعتبار أن الجيش أصبح هو الحامل للمعتصمين. كذلك كان هناك تباطؤ واضح وتكاسل من جانب قوات جهاز الأمن باعتبار أنه قائدها لا يرغب في فض الاعتصام. كانت هناك المحاولة الثالثة مع قوات الدعم السريع مع محمد حمدان حميتي وهو الذي تباطئ ليومين على التوالي طلب منه الرئيس البشير بظروف فض الاعتصام، ذكر أن قواته غير متواجد بشكل كافي داخل ولاية الخرطوم. الاتجاه الرابع كان للرئيس البشير سيكون عبر قوات الشرطة، ولكن واضح جدا بشكل جلي أن قيادة الشرطة موصلة في مدير الشرطة السابق الفريق أول الطيب بابكر مدير الشرطة، واضح جدا أنه وضع يده مع كافة قيادة القوات النظامية. بالتالي كان هذا التغيير الذي تم بتلك الطريقة فيها كثير من التفاصيل حتى الآن التي لم تروى بشكل واضح وبشكل جلي. يعود البشير للوقوف على نافذة القصر شارد الذهن،
هل كان نادما على الثقة التي منحها لرفاق حكمه؟ فلا رئيس أركانه يعيد الاتصال به، ولا نائبه ووزير دفاعه يأتي لزيارته كما وعد. أم هل يسمع الرئيس صخب المحتجين المطالبين بإسقاطه؟ وتطرأ له خيالات ماض مثقل بالأخطاء؟ أو لعله يفكر في ضحايا الحروب التي تفجرت في عهده وعويل الأمهات والأرامل وبكاء المشردين يطن في أذنيه؟ ينتصف الليل في الخرطوم ويتعاظم قلق الرئيس. يلجا البشير هذه المرة إلى مدير جهاز الأمن والمخابرات، الرجل القوي صلاح قوش. كان على رأس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السيد الفريق أول صلاح الدين عبد الله قوش، أو صلاح عبد الله قوش. وكانت علاقة متميزة وفي تواصل مستمر، كان يعتمد عليه كثيرا. اتصل بقوش وقال له انه يجي اسي وقا يتأخر. لكن الجنرال قوش لا ينفذ امر الرئيس الذي لم يكن على وفاق معه في الاشهر القليلة الماضية. الشخص الوحيد الذي يمكن أن يفكر خارج الصندوق وبطريقة مختلفة من البقية هو مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات صلاح عبد الله قوش، لأنه معلوم بحال العودة لتاريخ 22 فبراير اجتمع بنا مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش باعتبار أن رؤساء التحرير تحدث عن الخطاب الذي كان سيتلوه الرئيس في ذاك اليوم، تحدث عن حزمة من الإشارات، حدد بأن الرئيس سيتحدث عن نقاط بعينها ذكرها تحديدا، من ضمنها أن الرئيس سيتنحى عن رئاسة الحزب، من ضمنها أن التغيير كبير سيحدث. لكن بالعودة إلى خطاب الرئيس في ذلك اليوم، أن الرئيس تراجع عن الخطوات التي كان سيقوم بها. ترتيب مع الرئيس البشير كان تعيين وزراء من العسكريين. لقد كانت أحداث الأيام الماضية اختبارا عظيما لنا كأمة وشعب، وخرجنا منها بعبر ودروس، ولكن ما كان غير مقبولا ومقلقا هو محاولة البعض القفز في الصف الأول لتلك الاحتياجات والعمل على استغلالها. واضح جدا أنه كان هناك ترتيب لانقلاب كبير على المؤسسة السياسية في حزب المؤتمر الوطني، لكن من تراجع الرئيس عن هذا الأمر، لغى كل هذه الخطوات التي تمت، شطب كثير جدا من التفاصيل في بيانه، تراجع عن تشكيل حكومة من العسكريين، اكتفى فقط تراجع كذلك عن قرار حل البرلمان، اكتفى فقط بإعفاء ولاة الولايات، واكتفى بالصورة التي حدثت في 22 من فبراير. هذا مؤشر بأن مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش وجهات أخرى كانت ترى أن الوضع بهذه الصورة لن يمضي كما هو عليه، وأن ساعات ذهاب الرئيس البشير قد دلت. نحن كنا مقترحين لابد من السيد رئيس الجمهورية السابق لابد من يعلن عن عدم ترشحه لدورة قادمة، لابد أن تكون حكومة كفاءات وتمثل فيها كل الكيانات، وحتى الحكومة نحن في تقديرنا أنه حكومة الكفاءات لا يشرك فيها أي شخص سبق أن أدى عمل في الحكومات السابقة. فالتقارير ومقترحاتنا لم يؤخذ بها كاملا.
أصبح الشقاق بين البشير وقادته العسكريين جلياً في الأيام الأخيرة للمظاهرات، ففي وقت كانت تتحدى الرئاسة الاحتجاجات وتتوعدها، أصدر مجلس الأمن والدفاع الوطني بيانات دعا فيها إلى الاستماع لمطالب المحتجين. حتى أنا أحدثت بعض التعليمات لرئيس اللجنة العليا، هو جاء صارح أعضاء اللجنة بأن رئاسة الجمهورية رؤيتها بأن يتم حسم الأمر بالسبقة الأمنية، وهذا ما رفضناه بالإجماع. يعني كل المكونات هذه اللجنة الأمنية العليا أقروا أن لا بد من حقن الدماء وأن لا بد من الانحياز للشعب، لأنه معلوم أن الرئيس دارع اجتماع مجلس الأمن القومي تحدث طالب بضرورة فض الاعتصام، ثم أنه طرح على كافة الأطراف بحل بفض الاعتصام بالكيفية المناسبة، اعتباره يعني مع بداية الأسبوع لا يريد أن يكون هناك اعتصاما في هذه المنطقة، حتى أنه غادر الاجتماع. لكن لاحقا عندما تم الاجتماع بين 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 الأطراف، اجتماع مجلس الأمن القومي والدفاع بدون حضور الرئيس البشير، تم التوافق على ضرورة تنحي الرئيس البشير وأنه لن يستمر في المرحلة المقبلة. اجتمعنا أنا ومحمد وداعة ويحيى الحسين، كان مفروض نجتمع مع صلاح جوش، ده الترتيب، لكن في آخر لحظة صلاح جوش قال سيأتي معي شخص آخر. يبدو أنه صلاح جوش لما قال للبشير أنا عايز أقابل الجماعة دول، قال لي سوق معاك أحمد هارون عشان يبلغهم قراري، قرار البشير. وفعلا اجتمعنا نحن، أحمد هارون قال صدرت التعليمات عشان نفرق هذا الاعتصام بالقوة وسنفعل. أنا قلت له أنا حأنضم لل، قال أحمد هارون لنا لن تجد من تنضم إليه، يعني منا حنفرقهم بالقوة. قام محمد وداعة قال له خلاص اقتلوه واقتلوهم معه وتحملوا المسؤولية. ها هنا صلاح جوش مش حنفرق الاعتصام بالقوة، خالف كلام أحمد هارون. ده يوم الأربعاء ليلا 10 أبريل، ولعله من هناك ذهب هو ليجتمع مع البشير. بعد طول انتظار يحضر الفريق أول صلاح جوش إلى مكتب الرئيس. بتذكر إنه الرئيس كانت أعصابه مشدودة وجوش كان هادي وبيسجل بشراهة كالعادة، حتى إنه طلب مني فنجان قهوة. في خضم نقاشه المحتدم مع صلاح جوش، يرسل عمر البشير رسالة إلى مسؤول آخر طالبا منه المجيء. بعدها ينتفض الرئيس في وجه مدير الأمن والمخابرات، يسأله لماذا لم يتم فض الاعتصام. يقول جوش إنهم يحاولون عقد تفاهمات مع قادة الاحتجاجات. يستغرب البشير هذا الموقف المهادن من رجل لطالما عرف بأنه يد النظام الأكثر بطشا بالمعارضين. يشتاط الرئيس غضبا وينهي اللقاء. يخرج جوش من باب القصر الرئيسي، فيما يدخل من بابه الخلفي رجل آخر. هنالك علاقة بين السيد الرئيس عمر البشير
بعدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، ومن أميز العلاقات يعني هي علاقته بصديقه المقرب إليه جدا الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم حسين، الذي تولى وزير شؤون رئاسة، تولى وزير دفاع، تولى وزير داخلية. فالعلاقة متميزة يعني لدرجة بعيدة وذات خصوصية، يعني كانت يعني ملاحظة. يلتقي الرئيس البشير بصديقه المقرب وكاتم أسراره عبد الرحيم محمد حسين، يكلفه بمنصب عسكري رفيع ويوجهه بفضل الاعتصام على الفور. واضح جدا أن الرئيس البشير كان في الأيام الأخيرة لحكمه كان يعتمد على كثير من المعلومات التي كانت يعني توصله عبر الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، باعتباره كان وزير الدفاع قريب جدا من كافة من مؤسسات الجيش تحديدا. يعني نقل إليه ما يجري من ترتيبات خاصة بقيادة جهاز الأمن والمخابرات وبقيادة الجيش، هي خطوات كانت ستفضي إلى الانقلاب على الرئيس البشير. بالتالي سارع الرئيس البشير في تلك الساعات قبل الترتيب الرسمي بالإطاحة به، كان هو سبق تلك الخطوات بمحاولته بالإطاحة بصلاح قوش، طلب منه تسليم قيادة الجهاز فورا إلى عبد الرحيم محمد حسين. يتوجه وزير الدفاع السابق الفريق أول عبد الرحيم حسين إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات، يطلب مقابلة صلاح قوش من مدير مكتبه. ينتظر بقلق مرور دقائق عصيبة تفصله عن خلع الرجل القوي، بل ربما الأقوى في السودان، من منصبه. تنتهي ربع ساعة ثقيلة من الانتظار. ينقل الفريق أول عبد الرحيم حسين طلب البشير إعفاء مدير جهاز الأمن والمخابرات من منصبه. يسأله إن أبلغه الرئيس بالقرار. يرد قوش بالنفي. يسود صمت مريب، حالة من الارتباك والتوتر تطبق على أجواء المكتب. لعله الرئيس يريد إبلاغ قوش بإنهاء مهامه. ما إن يقفل الجنرال قوش هاتفه حتى يقع ما لم يكن في حسبان وزير الدفاع السابق. بعض ضباط القوات المسلحة يقولون أن أول معتقل كان هو عبد الرحيم محمد حسين. البعض يتحدث أن اعتقاله تم عندما طلب الرئيس البشير من قوش أن يقوم بتسليم قيادة الجهاز فورا إلى عبد الرحيم محمد حسين. دون مقاومة يصبح صديق البشير المقرب عبد الرحيم حسين رهن السجن. ما
لا زي كل ليلة يعني. جهزت له اللبن بتاعه وبس نام متأخر الليلة دي. يحاول الرئيس عمر البشير طرد هواجسه والخلود إلى النوم. لم تتبقى له إلا ساعة أو أقل لينام قبل أن يستيقظ لصلاة الفجر. أيوة نومه بدأ يتقطع مع بدأت الاحتجاجات، وبتذكر إنه تزايد عنده الأرق بشكل ملحوظ يوم الاعتصام. الاعتصام هاجس يقلق البشير ويؤرقه، لكن ما يهدد عرشه يتجاوز نطاق هذا التجمع الاحتجاجي الذي ما هو إلا دلالة على نقمة عارمة ضد نظامه، نقمة شعبية ستبقى حاضرة حتى وإن نجح الرئيس في تجاوز الأزمة الراهنة. هذه الحقيقة رآها عمر البشير مجردة بأم عينيه في زخم المظاهرات المناوئة له، حقيقة جعلته مستعدا لارتكاب إبادة جماعية من أجل البقاء في الحكم كما أكد قادة عسكريون. عشان الناس تكون عارفة، جينا للسيد الرئيس السابق قلنا لي ها السيد الرئيس الحاضر شنو الحل شنو؟ قال إن إحنا مالكية، عشان أخواننا واحد يكون عنده عارف إحنا مالكية، والمالكية عندهم فتوى بتقول تقتل التلت وتخلي التلتين، تقتل التلت وتخلي التلتين ويشي على بأمان أو بعزة. بل كمان دي فكرة بسيطة، قال المتشددين منهم تقتل 50%. تقتل كم؟ 50%. استعانى بفتوى قديمة من قائد من إمام ديني نسب إليه، وليس هنالك من دليل على صحة هذا النسب، نسب إليه أنه قال من حق الحاكم أن يقتل ثلث سكان ليحيي السلطين. وزاد الرئيس السابق حسب رواية هؤلاء أنه قال بعض المتشددين قالوا أن يقتل النصف ليحيي النصف الآخر. دي ثقافة بتاعت عنف قاهر بتنشر على الملأ وبتعطى تعليمات لأعلى أجهزة قمعية في البلد، وعشان كده هذه الأجهزة أصبح أمام مخرج واحد لأن تحافظ على كرامتها، أن تتمرد على هذا الوضع، لأنه ضميره لا يسمح له بأن يقتل نصف أهله. بينما كان الرئيس البشير يتقلب في فراشه وبعد اعتقال وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم حسين، تجري اتصالات بين قادة الأجهزة العسكرية. تبادل الاتصالات كل من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو المعروف بحميتي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة كمال عبد المعروف، ومدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح غوش، ووزير الدفاع ونائب الرئيس أحمد عوض بن عوف. كان من صباح الخميس سيكون مدير جهاز الأمن والمخابرات هو الفريق عبد الرحيم محمد حسين، وكان سيتم كذلك إبعاد وزير الدفاع عوض بن عوف. بالتالي واضح جدا أن التوافق الذي تم ما بين الجيش وما بين الأمن باعتبار أنه إذا أصبح يوم الخميس سيتم الإطاحة بصلاح غوش والإطاحة بعوض بن عوف، بالتالي صار عوض بن عوف وصلاح غوش وبقية قيادات الوطن النظامية
بخطوات التعجيل بالإطاحة بالرئيس البشير. نحن نريد تغييرا آمنا مسالما لا يدخل السودان في ما جرى في دول أخرى كانت أكثر أمنا منا. كنا نريد تغييرا وليس غفزا في المجهول، لذلك قدمنا مبادرات في هذا الاتجاه. لكن كنت أقول أنه لست راضيا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية، البلد بلغ درجة سيئة جدا حقيقة من الوضع الاقتصادي. إذا تدخل الجيش سيكون أول المرحبين، سأكون أول المعلنين عن ترحيبي بذلك. لماذا؟ لأن الجيش سيضمن انتقال سلس وسلمي بعيدا عن القفز في المجهول الذي كنا نخشى منه على بلادنا هذه المأزومة. تنتصر مخاوف الرئيس عليه وتطرد الطمأنينة منه، يفشل في الحصول ولو على قسط قليل من النوم فيذهب لكي يتوضأ. ما شفته في يوم تعبان زي اليوم ذاك. صلى الفجر وحيله ميت. الله. في هذه اللحظات كان يجري اعتقال الحرس الرئاسي في الخارج ويستبدل بقوات من الاستخبارات العسكرية وقوات الدعم السريع التي لعبت الدور الأكبر في عزل الرئيس. يخرج البشير من المسجد للقاء قادة عسكريين، يستغرب وقت زيارة. هل جاءوا بأنباء سارة؟ هل تم فض الاعتصام يا ترى؟ أم جاءوا لغرض آخر؟ هو كان ماشي بالراحة عاين حوالينه، يمكن يكون حس بحاجة لكن بدون ما يفهم الحاصل شنو. مع كل خطوة يخطوها الرئيس عمر حسن البشير يقترب من خريف حكمه، كل خطوة تقترن بذكرى، وكل ذكرى سجلت فصلا في كتاب الحكم. انقلاب عسكري يوصله إلى سدة الرئاسة، تنظيم الإخوان المسلمين يهيمن على مفاصل الحكم، حرب الجنوب تستعر، قتلى ومشردون، إرهابيون وحركات متمردة في ضيافة بلاده، فعقوبات دولية، مجاعات وفقر في أرض النيل والذهب والنفط، طلاق مع مرشد الإخوان واعتقاله، حركات التمرد تكتسح البلاد، جنون اقتتال يغزو دارفور، اتفاق للسلام يبتر 30% من الوطن،
ملاحقة جنائية دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، محاولات انقلاب، مؤامرات ودسائس، مظاهرات واعتصامات. ماذا بعد؟ هل بقي شيء من كتاب الحكم سوى فصل النهاية؟ يصل البشير قاعة المجلس، يتبع قادة عسكريون به، على رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان. يخبرونه أن لا بديل أمامه سوى التنحي في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضده. يرضخ البشير، يطيل النظر في الجالسين أمامه وفي الحرس الذي يحيط به وبقاعة المجلس التي وصلها رئيسا وغادرها معزولا. أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اختلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسي بعد اعتقاله في مكان آمن. كان إحساس عظيم، يعني بالذات المظهر أو المنظر بتاع الجماهير فيها مليانة، يعني موجودة في الشارع في كل الشوارع من قدام كوبر، يعني في كوبر طبعا كان في جماهير منتظرين خروجنا، وفي الشارع كله يعني كان منظر ما شفته قبل كده في السودان، يعني العدد الضخم جدا من الجماهير الموجودة في الشارع بكل أعمارها، مختلف مكوناتها، مختلف الطبقات الاقتصادية والاجتماعية. فكانت لحظة عظيمة جدا، يعني تطلع من المعتقل في لحظة زي دي يعني.